الحمد لله. المهم هذا النهار هذا نهار كبير فين تصبت هذه الشهاده، وكنتمنوا ان شاء الله هذه الشهاده تكون فعل الخير على المنتخب المغربي. عرفتي علاش؟ بان راه المنتخب المغربي صعيب هذيك الشيء سارينين مع الدم، عرفتي منين؟ وانا دابا انا راه تقريبا شي ثلاثه السوايع وانا شحال دابا الساعه يلاه الجوج، وانا باقي في التيران، والماتش ما يكون حتى ل 7:30. وان شاء الله كنتمنى المنتخب المغربي هذا النهار يفرحنا باش نخرجوا بالليل فرحانين. والحمد لله انا مأكد بان 100% بان المنتخب المغربي غادي يدير غادي يقول الكلمه ديالو. خاف هذاك من مالونغو مع مولف التيران هذا ديال الراجا، فهمتي؟ مع هذا التيران هذا حافظ لي اللعب ديالو، هذاك هو اللي خايف منه. كاين سير سير سير، هذيك اللعبه ديال سير سير سير، راه زعما كاين بنادم يكون فاشل في اللعب راه غادي يولي غادي 100%. المهم ان شاء الله النص قريبا يكون رجاوي الوداديين جايين، الناس من مراكش جايين، من اسفي جايين، من طنجه، وان شاء الله المقابله تكون مزيانه. وان شاء الله كنتمنى حتى الفرق العربيه بحال مصر ان شاء الله تجيب التاول ديالها من السنغال، ونتمنى حتى انا الجزائر حتى هي تجيب حتى هي التاهل ديالها من الجزائر، وتونس هما كنتمنى حتى هما يجيبوا التاهل ديالهم من تونس. علاش؟ حنا كنا عرب والحمد لله حنا خوت كنا، فهمتي؟ وبغينا هذا الكاس العالم في قطر يكون فيها العرب بزاف، وان شاء الله كنتمنى انا مأكد 100% بان المغرب غادي يدوز هذا النهار. حنا بالنسبه لنا عرفتي علاش؟ بان حنا عندنا لافونتاج، فهمتي؟ ماركينا بيت ليه بالنسبه لنا هنا في التيران، واخا نتقاتلوا فهمتي كاع، المهم تعادوا راه دايزين وحنا نتمناو باش ما يماركيوش علينا هذا الشيء اللي كاين. لا لقيناهم، كنا قطعناهم من قبل، خديناهم من قبل، الحمد لله كل شيء واجد. لا ان شاء الله حنا جايين من طنجه، ان شاء الله غالبين، ان شاء الله 4-0 اليوم. لا المنافس ديالنا خشمنا بهذيك الارضيه اللي كانت وديك الجماهير، التصرف ماشي تلهيل اليوم. المهم مع ارضيه اقل ما يقول عنها رائعه، ان شاء الله غادي نفوزوا بنتيجه كبيره ان شاء الله، بحصه كبيره. اليوم ان شاء الله كنرشح حكيمي اللي ما ساعدوش الحظ في الارضيه، وان شاء الله الكعبي عنده ما يقول اليوم ان شاء الله، بعد 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 الفتره الرائعه التي قدمها السوداني. خلي لوزيش، ما عندنا ما نقول له، دابا حنا جينا نساندوا المنتخب، الكلمه ديالنا ان شاء الله غادي تكون مور هذه المقابله لما كانش الاقاله، على الاقل فوز عريض او قاصر او تاهل. نعم لم نرضى من غير الإقالة لخليل لوزيت، نطالب بالتغيير، ومدرب من دماء مغربية، نطالب من مدرب مغربي عموتة. لما لا عموتة أو بادو الزاكي. بادو الزاكي كاليفيكاسيون، حنا جايين ان شاء الله باش نشجعوا المنتخب ونسبورتوا ليكيب ناسيونال ديالنا، ونتمناو من الله تكاليفي ان شاء الله، نتمناو من الله تكاليفي. واو بالنسبه للتعادل راه دايزين، ولكن نتمناو من الله يتضرب البيت ولا 2-0 ولا 3-0، بينا نربح ان شاء الله. هادشي اللي كاين. شكون هو اللاعب؟ اخويا التسوداني سميتو؟ التسوداني ولا الكعبي، نتمناو من الله يمارك الكعبي، نتمناو من الله يمارك الكعبي، هادشي اللي كاين. خالي لوزيش الله ياخذ فيك الحق. الله ياخذ فيك الحق اخويا، جيب لنا اخويا زياش وجيب لنا حمد الله وجيب لنا اللعابه، راه كاين ما يدار اخويا، راه كاين ما يدار وكاينين اللعابه زوينين اخويا، ما تبقاش انت كونسونتراسيون على ثلاثه اللعابه، حنا نمشيو بهم سميتو، كاينين اللعابه زوينين، كاين حمد الله، كاين زياش، كاينين الدراري زوينين اللي في المستوى، مزراوي، ايوا هادشي اللي كاين، ونتمناو من الله الفوز وجيم المغرب. هما ان شاء الله حنا جينا من مراكش، وكما تشوفوا الشتاء، وصابرين لهاد الاجواء وصابرين لكل شيء في خاطر المنتخب، لبينا النداء الوطني، وتنتمناو اللعابه يكونوا رجال ويبينوا لنا على ارض الملعب، وان شاء الله حنا راه دايرين فيهم الثقه. وبالنسبه لخليل لوزيش كما قلتي، هو خصو يرطب شويه راسو، حيت كاينين اللعابه حنا خصنا نشوفوا مصلحه الفريق هي فوق كل شيء، تيوقعوا مشاكل وقعوا في منتخبات عالميه، ولكن خصو يرطب راسو شويه، يجلس معاهم الاطابل كما تنقولوا ويحل المشاكل، حيت مصلحه الفريق دابا الا تاهلنا بلا نمشيو لكاس العالم، كاس العالم راه على اعلى مستوى، خصنا فريق اللي حنا جايين ما تنلعبوا على ادوار، نلعبوا في المجموعات نخرجوا. 2018 خير مثال، لعبنا مع منتخبات كبيره ووقفناهم، دوك حنا جينا لعابه كبار وجينا منتخب ان شاء الله ما يكون غير خير. اليوم راه طريق السوداني ولا الكعبي ولد البلاد كما قال، هو اللي غادي يماركي لينا الربح، وجيما مغرب، وحنا راه من مراكش وجيما كوكب المغرب تل الموت، تل كاس العالم تقاطر تاهو راه غادي ليه ان شاء الله. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في، وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.